أكدت اليوم وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن بلادها ستشن ضربات مجددا في سوريا في حال استخدام السلاح الكيميائي مجددا، مشيرة إلى أن الضربة التي تم توجيهها في 14 من إبريل الماضي كانت تحذيرية، معللة ذلك بأنه كان لابد من رد فعل بعد تجاوز الخط الأحمر. في سياق مفصل أكدت بارلي في لقاء إذاعي أن اتفاق فيينا لعام 2015 لم يكن أفضل الاتفاقات، لكنه أتاح وقفا للبرنامج النووي الإيراني، محذرة من أن إضعاف هذا الاتفاق سيمثل عنصرا لتفاقم الخطر في منطقة متفجرة. وقد نفت الوزيرة معرفة باريس بأية معلومة حول الموقف النهائي والمرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذا الاتفاق.